عليكم. أم فارس تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، هي سائل لونه بني وما نعرفش إذا كان يبطل الصيام ولا الصلاة، ونقدر نمسك القرآن ونقرأ ولا. إذا كان يا بنتي هذا ليس وقت الحيض، وليس له ألم الحيض، وليس له صفة دم الحيض، فهو لا يؤثر في صومك إن شاء الله. صومك شكرا بارك الله فيك. يا الله يحفظك.